شاهد بس هنجراه الاول، مش ده التامل الفكره. في سفر صموئيل الاول اصحاح 9 والايه رقم 20، صموئيل الاول في العهد القديم اصحاح 9 والايه رقم نجرى من 15 مثلا. دي بس فكره، بعد كده هندخل في الفكره الاساسيه اللي هنحكي فيها. صموئيل الاول اصحاح 9 الايه رقم 15 مع بعض كلنا بتركيز. والرب كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاول بيوم قائلا، اسمع قال له ايه، غدا في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب إسرائيل. الرب بيخطط لمين؟ لشاول. انتوا فاهمين انا معرفش ليه وانا قاعد قبل آخر اخر ترنيمه الاخمنات فالرب فكرني بالجزء ده، بس اني اجراه معاكم لمجرد القراءه يعني، فما كانش في ذهني او في بالي يعني. غدا في مثل الان ارسل اليك رجلا من ارض بنيامين فامسحه رئيسا لشعب اسرائيل فيخلص شعبي من يد الفلسطينيين، لاني نظرت الى شعبي لان صراخهم قد جاء الي. فلما راى صموئيل شاول اجابه، هو ذا الرب الذي، الرب كلم صموئيل يعني، قال له هو ذا الرجل الذي كلمتك عنه، هذا يضبط شعبي. فتقدم شاول إلى صموئيل في وسط الباب وقال له أطلب إليك أخبرني أين الرائي. شاول بيسأل صموئيل، صموئيل هو النبي والكاهن والرائي وكل حاجة، فبيقول له فين الرائي؟ ليه يا عم مالك؟ أصل عنده حمير تايها أتن بتاعة أبوه ضالة. وعمنا تخيلوا المستوى، شاول بيدور على النبي الرائي عشان يسأله يقول له حمير أبويا راحت فين؟ وشوفوا الرب بيفكر في ايه وشاول بيفكر في ايه. انتوا معايا ولا مع ابوه؟ خليكم معايا، ابو الرجل الله يساعده وخلص يعني. فاجاب صموئيل شاول وقال له انا الرائي، اصعد امامي الى المرتفعه فتاكل معي اليوم ثم اطلقك صباحا واخبرك بكل ما في قلبك، هقول لك اللي انت جاي علشانه. شوفوا بقى الحته اللي جايه، واما الاطن الضاله لك، لسه ما حكاش وما سألش، وأما الأطن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت. وأما الأطن الضالة لك منذ 3 أيام فلا تضع قلبك عليها لأنها قد وجدت. وشوفوا الحتة الحلوة اللي جاي، ولمن يا حبيبي يا رب، ولمن كل شهي إسرائيل، أليس لك ولكل بيت أبيك، أليس لك ولكل بيت أبيك. فأجاب شاول وقال أما أنا بنيامين من أصغر أسباط إسرائيل وعشيرتي أصغر كل عشائر أسباط بنيامين، فلماذا تكلمني بمثل هذا الكلام؟ لأن أنا عايز أقول الرب ما لقال ببي الفكرة الصغيرة دي. جماعة في ناس فيكم الله بيحلم ليهم بحلم إلهي رهيب، وإحنا بنضيع عمرنا وبنبحث عن الأتون الضالة. يعني ربنا بيحلم وبيقول له يا صموئيل هيجي لك بكره واحد هيقود شعبي، انا حسيت بالمذله وحسيت بالتعب وهيكون قائد الشعب. واول ما صموئيل شاف شاول راح رب كشف اذان صموئيل وقال له هو ده اللي كنت بحكي لك عنه يا صموئيل، هو ده اللي انا بحلم ليه الحلم الكبير، عايز يا رب روح قول له. ورب يعني مليان قلبه بحماس وبفرح وبوعود وباحلام، وعمنا شاول جاي بيبحث عن، عفوا في التعبير، بيبحث عن ايه؟ حمير. حمير. فالرب عايزه يبحث عن خراف اسرائيل الضاله، وهو كل شغلانته انه بيدور على شويه حمير ضاله. يا جماعه احنا للاسف الله بيحلم لينا حلم كبير واحنا بنلعب بعمرنا ونبحث على الحمير. فالرب بيحلم لنا بشغل كبير واحنا بنلعب مع، انا بلعب مع الحمير. الرب بيقول لناس موجوده خلاص ما تضعش قلبك على الاوتون الضاله لانها قد وجدت. ما تقولش همها والموضوع انتهى، بس تعالى لان انا ناوي استخدمك واعمل بيك عمل عظيم الايام دي. في اوتون ضاله في حياتنا، ناس مشغول على بكره والعيال والمستقبل ومش عارف مصير الايام الجايه والوضع هيكون ايه وايه. اوتون ضاله شغله ذهنك، شغله حياتك. تخيل انت في امور تافهه وبسيطه مشغول فيها، والرب في الصفحه الثانيه في اليمه الثانيه مشغول بامور عظيمه جدا وكبيره جدا. احنا اليومين دول جايين ليه؟ عشان ربنا يفتح عينينا على الامور الكبيره والعظيمه ويكفل عينينا عن الاوتون الضاله في اسم المسيح، امين. والاوتون الرب ما سابهاش، ما سمحش. شوفوا يعني الحمار ذكي انه بيرجع بيته، بس يمكن بعده قوي فاحيانا بيبقى غباي شويه ولا حاجه، بس الرب من يا رب على الروح. كان ممكن الاوتون يقول له ما الاوتون ضاعت مش مهم، قال له لا لا ما تخافش على الاوتون، حتى الاوتون البسيطه الرب اوجدها، حتى الظروف اللي انت بتفكر فيها وعايلها الرب اوجدها.
اوجدها. بس بيقول لك سيب دولة و تعال لي، تعال لي، عايزين نكمل الشغل اللي احنا كنا متفقين عليه مع بعض، وعايزين الحلم اللي احنا حلمناه مع بعض يتم في اسم المسيح. مستعدين نطمن على القطن الضالة؟ جهزوا نفسكم عشان الرحلة اللي هندخل فيها في اسم يسوع. ولا قطن يجي في ذهنك وانت قاعد. امين يا رب. طمنا على القطن الضالة يا رب، طمنا يا رب على كل قطن في حياتنا وبيوتنا وولادنا ومستقبلنا وارتباطنا، مضمونة في اسم المسيح ومأمنة في اسم المسيح. لكن احنا عايزين نبحث عن خراف بيت اسرائيل الضالة. امين. تعالوا نقف مع بعض، هقرا بس ايتين ثلاثة دول موضوع تأملنا النهاردة في الفرصة الاولى. هحكي فيهم فكرة سريعة وبعد كده نرجع ناخد وقت صلاة وتسبيح وعبادة. نشكر رب عشان خادم رب خادم لاد رب يستخدموا بركة في وسطينا الايام دي كالعادة في اسم يسوع. هنقرأ مع بعض في العهد الجديد انجيل لوقا اصحاح ثلاثة، هنقرأ الاية رقم 21. لوقا نقرأ الايات دي مع بعض، انجيل لوقا اصحاح ثلاثة الاية رقم 21. في اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا، ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا. واذ كان يصلي، ايه اللي حصل يا جماعة؟ انفتحت السماء. يا رب سموات مفتوحة علينا في اسم الرب يسوع. واذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا انت ابن الحبيب بك سررت. أنت كمان في إنجيل يوحنا أصحاح واحد، الإنجيل حسب البشير يوحنا أصحاح واحد الآية رقم 18 محفوظة لحضراتكم، يوحنا واحد والآية رقم 18 بتقول إيه الآية؟ الله لم يره أحد قط. قط يعني إيه؟ أبد 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 يعني. الله لم يره أحد قط، بس خد الروعة اللي جاية، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. الله لم يره أحد قط، الإبن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. عايز أسأل حضراتكم يعني إيه كلمة خبر؟ كشف، زاع، خب، أعلن. يمكن أقربهم شوية للكلمة أعلن. يعني إيه؟ يعني المسيح كشف للبشرية حاجة الناس ما كانتش شايفين. هل حد شاف الاب؟ اطلاقا. بس الناس اللي عاشوا مع المسيح على الارض شافوا شخص الاب في شخص الابن يسوع المسيح. فقال الله لم يره احد قط، لكن الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو اعلن، كشف، خبر عن ما هو في السماء، عن الاب، عن ما هو قلب الاب. امين. تفضلوا ارتاحوا، عايزك اقفل الكتاب كده وديني تركيزك وغمض عينيك معايا لدقيقة واحدة. تعالوا نصلي. اللحظات اللي جاية والوقت اللي جاية هتبقى لحظات هنصفي فيها أمور كتير عند رجلين المسيح. مش مهم إيه الحالة اللي أنت جاي بيها، مش مهم إيه الضعف اللي أنت بتعيش فيه الأيام دي، مش مهم إيه الحالة النفسية أو الظروف اللي بتمر بيها، بس أهم شيء إن ربنا مازال مصمم عليك وعايز يستخدمك ولسه عايز يتمم حلمه في حياتك ويباركك. تعالوا ننسى كل ضعفنا اللي فات واحنا بنصلي، تعالوا ننسى كل كلمات سلبي سمعناها من عدو الخير على حياتنا، تعالوا نرفض كل احباطات جرحت فينا، يمكن طالع من جرح، طالع من تعب، طالع من اساءة، طالع من ضغوط عنيفة كانت على حياتك. ارجوك من فضلك اوعى تخلي كل الظروف دي تكون معطل لحياتك وللي ربنا ناوي يعمله فيك وبيك. تيجوا نصلي وكأننا أول مرة نكلم الرب، تيجوا نحبه وكأننا أول مرة نحبه، تيجي ندوب فيه وكأنه بالنسبة لنا حاجة جديدة وحلوة، تيجوا نتدلل كأطفال عند أبوهم اللي بيحبهم. تعالوا نقول له خدنا الحتة تاني بعيدة جوه واكشف لنا عن حضورك وعن مجدك، احنا عايزينك لينا وعايزينك لحياتنا. ان كنا قررنا ان احنا نتبعك ونخدمك فاحنا مقررين النهاردة انك تأتي بنور وحضور جديد في اسم الرب يسوع على الحياة وتصنع نجلة.
انا جاي النهارده وعندي تحدي ضد كل ضعف بنمر بيه او كل سدة نفس او ضغط او مش قادر مش عارف تفرح مش عارف تستمتع مش شاعر ان في نار في القلب، بصلي النهارده اختراق روحي رهيب يغمر حياتك ويغمر عمرك، وتلاقي القلب اشتعل ونفس التهبت، وفجأة تلاقي الدموع نازلة وبتقول انا عايزك انا لسه مصمم عليك وبحبك، انا لسه نفسي اني اخدمك وتستخدمني واكون انا صورتك واكون انا مثالك. كان حلو قوي لو قلت لك ربنا هيعمل بيك وهيعمل بيك وهيعمل بيك وادي لك شحن التشجيع، ده حقيقي حلو، بس الاحلى ان قبل ما اقول لك ربنا هيعمل بيك ربنا عايز يعمل فيك ويغير الحياة. ايه فايدة وعود وفي حاجات معطلة الوعود ان تتحقق؟ ايه الفايدة؟ ايه الفايدة وانت مش عايز ترجع له من تاني، مش عايز تقف في الحتة اللي ربنا عايزك تكون فيها؟ ايه الفايدة؟ ايه فايدة كل التشجيع وكل الوعود وكل الاحلام وكل الصلوات وكل الدموع؟ كم واحد عنده استعداد وانت بتصلي بينك ما بين نفسك تقول له انا قررت اني هرجع لك من تاني، هرجع اكون سبب بركة، هرجع الناس تشوف فيا شخصك وحضورك، هرجع اكون يسوع صغير بيتحرك على الارض، هطلع من الارض سرور وهكون موضوع فرحك وسرورك، تبص علي وتقول هذا هو ابني. كم مرة الرب ابتسم وشاور عليك وقال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت؟ قبل ما ترنم الترنيمة اللي بيعزفها خادم الرب ونصليها، هسألك يا ترى وانت بتصلي كده فكر في ذهنك، لو الرب شاور عليا وعليك النهاردة هيقول ايه؟ اكيد هيقول هذا هو ابن الحبيب، لان الرب امين لنفسه، عمره ما ينكر ان احنا اولاده، هو ابونا وبيحبنا. بس اللي انا بحكي فيه النهاردة يا ترى هيكمل الجملة؟ يا ترى هيقول الذي به سررت؟ كم مرة كنا بدل ما نكون سبب سرور وفرح كنا سبب دموع وحزن الله؟ كم مرة أهناه وجرحناه؟ وكم مرة كنا سبب حزن لقلبه؟ كم مرة ما خدناش الموضوع بجدية؟ كم مرة تهونا في قعدتنا وعشرتنا وخلوتنا والعلاقة الشخصية معاه وكنا بنقول له استخدمنا؟ استخدمنا ازاي واحنا بنلعب بعمرنا؟ يباركنا ازاي واحنا عفوا في التعبير يعني اسف بنتدلع في كل يوم؟ ما فيهاش بركة في كل يوم؟ ما فيهاش بركة. الترنيمة اللي جاية بتقول في كل يوم بشوف أمور كلمت قلبي فيها من سنين. يا لسه الوعود والأحلام لن تنتهي يا رب. أيوة لسه اللي تكلمت بيه على حياتي هيحصل. أيوة هيحصل 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 هيحصل. يلا وإحنا بنصلي كلمات ترنيمة فريق الترنيم والعزف كونوا معانا أخواتنا، تعالوا صلوها اعبدوا الرب وانتوا واقفين في أماكنكم، تعالوا نقف كلنا مع بعض وإحنا بنرنم كلمات ترنيمة. القرار بتاعها بيقول أنا هرجع لك، أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لفين؟ لمكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني بكلامي وترنماتي، يسوع 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 هيكون نور إعلامي. والعدد اللي بعديه بيقول له غيرني ربي يا حبيبي والمس حياتي يا على الروعة بتاعت الكلام علشان تشوف الناس فيا مش سوبرمان ولا واو، لا يشوفوا يسوع يسوع يسوع، يظهر فيك يسوع، يبان في حياتك وفي سلوكك يسوع. تعالوا مش هنرنمها، تعالوا نبكيها ونصرخها ونقولها وكأننا أول مرة نقولها، نقولها بشغف وبلهفة وإحنا بنقول له في كل يوم بشوف أمور يا رب. في كل يوم لو حافظ قولها معانا بشوف أمور كلمت قلبي كلمت قلبي فيها. برافو عليك، سهل الكلام، حاول تتعلمه معايا. فاكر في يوم همسك يقول انا ايه؟ انا راجع تاني وهنهب ملايين، نجلد وخلي يرجع يعيش لمجدك من جديد، يرجع يعيش لمجدك من جديد. يلا بصوت عالي كله هرجع هتوب هرجع هتوب هنهض يا رب هنهض هتوب.
هنسى معاك ضعفي، هنسى معاك ضعفي وهقول أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار بإيماني وبأماني بكلامي الدرب يسوعي هيكون نور يا بكل قلبك. أنا هرجع لك، أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني، أنا راجع 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 بإيماني وبأماني حبيبي يسوع. يسوع هيكون حلمي هدفي علاني. ارفع ايدك وقول له غيرني غيرني ربي، يلمس حياتك يسوع النهارده، يلمس حياتك، يلمسها علشان علشان تشوف الناس فيا، مش بس لساني، مش بتاع كلام، لا لا، حياة حياة كلماتي، لكن لكن أعيش تسبيحة. كله كمان مرة، غيرني ربي، غيرني غيرني ربي، والمس حياتي، والمس حياتي علشان تشوف، علشان تشوف الناس فيا يسوع، مش بس لساني، مش بس لساني أو كلماتي، أو كلماتي، لكن إيه يا جماعة؟ لكن أعيش تسبيحة ليسوع. أنا هرجع تاني، وأنا راجع لمكاني، واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأماني بكلام الترنيماتي، يسوعي هيكون نور عليه. أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني واقف على الأسوار بإيماني وبأماني بكلام الترنيماتي، يسوعي هيكون نور علاني. أنا هرجع لك من تاني، أنا راجع لي مكاني، واقف واقف على الأسوار وبنادي بإيماني وبأغاني، بإيماني وبأغاني بكلام الترنيماتي، يسوعي هيكون نور أعلاني. وإحنا بنصلي في اللحظات اللي جاية، ربنا شاور في قلبي لي عن حاجات، وأكيد بيشاور لناس موجودين عن حاجات معطلة الحلم الإلهي أن يتحقق، ومعطلة مشيئة الله أن تتم. جماعة تعالوا ناخذ الموضوع بجد. احنا جايين من شوية كان في قلبي صلوة بقول له يا رب احنا كخدام بنتحمس وروعة، وانا اكتر واحد احب اني اكون فرحان ومتحمس وسعيد حضور الله لحياتي ومجده كده، بس انا ما نفسيش الموضوع يكون مجرد حماس، لكن نفسي تغيير. عارفين في فن بالرسم وفي فن بالنحت، الرب النهاردة هينحت يا رب، مش هيرسم يا رب، هينحت في حياتنا ويحفر امور ابدية في اسم يسوع. تقولوا امين. ناس ربنا يملأهم بحضور الهي جديد في اسم يسوع، قول امين. ناس تلتصق بالروح القدس من النهاردة، زيارة زيارة تهز القلب تغير الكيان كله. احنا جماعة بصراحة بصراحة كده من الاخر عايزين نعيش المثال صح. يعلم الله شباب روعة روعة كلكم كلكم، وبنعمل خدمة صح، بس أنا بتكلم كواحد منكم، وأنا بحكي أنا مش ضيف جاي أوعظ، أنا بتكلم كفرد طالع كده أتشترك معاكم إن ربنا عايز يغيرنا كلنا، وأنا أول حضراتكم. خسارة نضيع طاقتنا ووقتنا وفلوسنا ومجهودنا وعمرنا برا المشيئة. يعني إيه؟ عندنا أشواق، أيوه بنحب الرب، أيوه عندنا مشاعر حلوة، بس عارفين مش عارفين نلقط الموجة الإرسال. فمثلا تخيلوا في بلدين في حرب، وبلد منهم بتضرب في الجو، والبلد التانية عارفة تصيب الهدف. احنا بنطلع طاقتنا في اتجاهات غلط، تعالوا نحطها في السكة الصح.
ونقول له استخدمنا كما تريد أنت زي ما أنت عايز. كل معطل في حياتي منعك أنك تستخدمني. أنا النهاردة عندي إصرار أني زي ما قال خادم الرب أدخل الجلجال وأقطع أقطع أقطع. إيه المعطل؟ إيه؟ إيه اللي مانع الاستخدام الإلهي لحياتك؟ فكر معايا وانت قاعد. بص هقول لك من الآخر يا جماعة، مفيش بركة حقيقية، مفيش استخدام بدون توبة بجد. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يكر به ويتركها يرحم. يعني تقول لي ما أنا شايف بركة وحياتي فيها ضعف. على فكرة يعني إن كان الرب عمل كده ففي نعمته، بس مش ده الاستخدام ومش ده الموضوع إنه هيستمر. مش دي الحالة، مش هتستمر ان انت في ضعف ومبارك. ان كان الرب عمل كده ده مجده، يعني جدع الرب معاك حلو، بس برضو مش ده الحلم الكبير، ده انت بتاخد جزء. وفي نفس الوقت الموضوع مش هيطول كده، الموضوع لازم يتكشف فضح. فايه رأيكم ما تيجوا نعري نقط الضعف قدامه ونقول له داويها في اسم الرب يسوع النهاردة في حضورك. تعالوا نعري نكشف نظهر نقط الضعف قدامه ونقول له داويها في اسم الرب يسوع. وانا جاي في المطار كان وانا طالع من اربيل جاي لهنا، التفتيش كان قوي يعني جامد. ف يعني في حاجات مثلا معتاد عندي الساعة مش بتصفر دي لما بعدي في السكاننج البتاع ده مش بتصفر كتير، وفي اي بلاد يعني دايما البسها فيقول لي اخلص، اقول له مش بتصفر يعديني عاد. بس جيت في المطار ده لقيت ادق التفاصيل في البتاعة بتصفر، فالساعة صفرت والشوز اللي كنت لابسه ما بيصفر، لقيته صفر كل حاجة صفرت. فبعد ما صفرت كل يعني راجل كل شوية اجلع اجلع كأنها يجلعني يعني كل حاجة وتقول لك فاجئ وكده يعني ربنا يستر على عبيده. فقعدت اضحك معاه وبتاع. بعد ما عديت قلت له يا رب انا حاسس اليومين دول بامانه ليا ربنا بيعديني انا روحيا من نفس الجهاز. في حاجات ما كانتش بتصفر الايام اللي فاتت وبتعدي، بس اليومين دول كلام ليكوا الرب عنده جهاز اسكان كده بتاع المعطلات الروحيه مش بيعدي. مش بيعدي، عدى حاجات كنا في وقت طفولة، فمن نعمته عارف هيكبرنا وهيزمر عدت. بس دلوقتي بصراحة في حاجات في حياتي أنا وحياة ناس موجودة، أنا لو عديت في الجهاز النهاردة مش هزمر على فكرة، وأنا متأكد أني مش هزمر، لأن الجهاز هينفجر يعني بدون تزمير ولا بدون حاجة من كدر الحاجات اللي محتاج نعمة تغطيني فيها. وفي اسم يسوع عايز أخلعها وارميها واتركها عشان أعدي. شباب هقول لكم تعبير صدقوني امام الله، الرب ملا قلبي وانا بصلي للايام دي ان في ولاده هتحصل في الكنيسه في الفتره اللي جايه، في ولاده روحيه قويه يعلم الرب. ورب فرجني مشهد في سفر الرؤيا، التنين واقف وكل ما المراه تكاد تلد التنين واقف عايز يبتلع ولدها متى ولدت. يعني في ولاده جايه بس في معطل، في هجوم تجيل بيحاول يمنع الولاده. بس الرب وراني المشهد في الاخر ان الرب بايده كان بيرفع الولاده دي، والرب رفع الولاده وتمت الولاده وتحققت في اسم الرب يسوع، والشيطان لم يستطيع ان ينال من كل بركه روحيه الرب هيعملها. فانا مش بقول كلام ولا بتنبأ مجرد كلام بقوله لكم، اتكلم على منبر الله والله يشهد عليا، في ايام مجد جايه على الكنيسه في اسم الرب يسوع المسيح. فانا النار اللي واكله قلبنا والغيره اللي جوانا عايزين نستعد عشان الله يستخدمنا، عايزين نكون احنا الادوات والقنوات اللي ربنا ياتي بمجده وحضوره ويروح للناس من خلالنا في اسم المسيح. في حاجات ساده الموضوع، في حاجات معكره الموضوع، هنسيبها النهارده. امين. كم واحد عنده استعداد يضحي عشان يتبارك؟ اكيد. لو الجهاز زمر هتسيب؟ ايه رايكم؟ ولا تحاول تخبيها في الجيب الجواني يعني عشان هتزمر؟ هتزمر. يا رب أنا عندي استعداد النهاردة أني أرجع عن كل إله عبدته معاك وهعلن سلطانك على قلبي لوحدك. الوقت اللي فات خلاص يا جماعة انتهى، احنا داخلين على مراحل روحية جديدة عظيمة مجيدة في اسم يسوع. فعايزك تستعد روحيا وتتجهز للأيام اللي جاية عشان الله يستخدمك. أمين أمين. هتترك؟ هترجع؟ هتسيب؟ عايز تشوف بركة أمام الله يا جماعة؟ أمام الله. أقول تاني مش عارف ليه عايز أكرر 100 مرة، في بركة جاية وفي ناس الله يستخدمهم بقوة بقوة. وتكون أنت أنت يلي بتبحث عن الأذن الضالة، أنت حلم الله المنشود اللي بيحلم بيه، أنت الأغنية والنشيد اللي ربنا عايز يغنيها ويعزفها الأيام اللي جاية. عشان كده الكلمات الحلوة اللي بيعزفها خادم الرب تعالوا نقولها وإحنا بنقول له بقدم نفسي إيه؟ ذبيحة.
مش مغصوب ولا مجبور، لا ده انا اللي بجري واترمي على المسبح واقول لك تعالى بحضورك وتعالى بنارك وتعالى بمجدك وارجع استخدمني من تاني في اسم المسيح. وانت بترنم الترنيمه دي معرفش في قلبي شهوه ان تاتي نار الهيه مقدسه مش تحرقنا لكن تحرق كل زغل كل زياده كل ما هو غريب في حياتنا والغالي علينا ضد مشيئه الله يرخص. قولوا امين. نفسك تتسد عن كل معطل روحي عطلك الايام اللي فاتت، تكره ده تكرهه وتقول له بختارك تكون الاول. يا رب تشوف يسوع وانت بترنميها، يا رب تشوف يسوع وانت بتقولها وتقول له بختارك بجد. يسوع يقول لك وانا مصدقك، تقول له هعيش لك، يقول لك وانا عارف، تقول له هموت علشانك ويقول لك انا مصدق فيك، انا ما فشلتش منك ويأست كل الوقت اللي فات، انا لسه مصمم اني اعمل بيك عمل عظيم. تعالوا نصليها ونقول للرب من كل قلبنا بختارك تكون الاول يا رب. نفسي ذبيحه حياني صليها بحماس ورنمها من قلبك. مقدسة ومرضية أمامك وبكسر كل طيب عندي رجلي. ما بقاش في حياتي غالي قدامك. بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة أبويا مقدسة ومرضية أمامك وبكسر كل طيب عند رجليك. هللويا هللويا. مبقاش في حياتي غالي. يلا وانت شايف وشاور عليه وقوله بكل حب اختارك اختارك تكون الأول وقبل أي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول وقبل اي شيء علشان انت الحياة وانت هو الطريق. قبل ما خادم الرب يقول معانا العدد التاني ده، يا جماعة العدد ده مش بيترنم، العدد ده بيتعمل عملي عملي. انا اول واحد هقول له يا رب انا عايز انفذ العدد ده في حياتي عملي، اعملها فيا. برجع عن كل اله عبدته معاك. انا معرفش كان وضعك الايام اللي فاتت، بس اللي انا عايزه بقول لك ربنا بيوعدك لمرحلة جديدة محتاجة تكريس جديد، محتاجة حب جديد، محتاجة علاقة جديدة، محتاجة خدمة جديدة، محتاجة شركة جديدة، محتاجة حب جديد، محتاجة حاجات كتيرة جديدة. سيبك من اللي فات، وربنا بيقول لك مش هكمل زي ما كنت شغال معاك الزمن اللي فات. خلص يا رب. خلص خلاص. هشتغل معاك بحب تاني، هشتغل معاك بفكر تاني، هشتغل معاك بسرعة تاني، بقوة تاني، بحضور إلهي جديد، بمجد تاني. فأرجوك من فضلك حط فاصل، اللي فات كان حلو بس اللي جاي يكون أحلى أحلى. فاكرين صموئيل عمل إيه؟ جاب حجر وسماك، يمكن كتب عليه كده حجر المعونة، سماه حجر المعونة وقال إلى هنا قد أعاننا الرب. أعاننا الرب. الله يفتح ليك أفاق روحية تاني. الذهن البسيط رب يدي استنارة في ذهنك فتعرف الله بشكل مختلف الأيام اللي جاي. روحك المحدودة دايما كنت تبص تقول فلانة متحمسة وأنا مش زيها، فلان روحيا كده شهدت مع الرب وأنا حاسس إن ضعيف. رب هيوسع خطواتك في الزمن اللي جاي في اسم رب يسوع. بس قبل ما نرنم العدد ده، كم واحد عنده استعداد؟ عارفين اللي بيمضوا عندنا يقول لك يمضي شيك على بياض، شيك يمضي عليه شيك بس مش مكتوب فيه رصيد. انت مستأمن الشخص تاني انه يكتب اي تمن وانت جابر ومن تحت موقع؟ انا هوقع للرب النهاردة شيك على بياض، هقول له زي ما تحب تستخدمني استخدمني، زي ما تحب تعمل فيا اعمل يا رب، زي ما تحب تغير غير يا رب، زي ما تحب تشكل شكل يا رب. انا هركع قبل ما تشوف هنعمل ايه. لو انت عندك استعداد النهاردة انك تقدم تكريس روحي جديد للرب وتاخد قرار جديد معايا، تقول يا رب اللي فات انتهى، انا بتوب عن ضعفي، بتوب عن عدم غفراني، بتوب عن مكفول من ناحية حد زعلان منها، يا رب انا بصلي لاجل شفاء وبركة، وانا من النهاردة بركع اوقع شيك على بياض واقول لك استخدمني في الزمن اللي جاي هكون ليه.
لو تقدر تعمل ده وانت راكع معايا واحنا بنرنم العدد التاني. لو حبيت تركع في مكانك تلف جسمك والكرسي بتاعك تركع عليه امين، مش قادر وعايز تكون واقف براحتك. بس لو حابب تعلن تكريس جديد قدام الرب بخضوع والتزام روحي جديد، اركع معايا في مكانك لو تقدر. الارض نظيفه ما تخافش يعني، الدنيا سهله. ولو مش قادر او تعبان او عادي، لو انت حاسس انك حابب تكون واقف مش غلط طبعا، استعالوا ننحني قدامه ونقول يا رب احنا بنرجع عن كل آلهة غريبة كانت في حياتنا الوقت اللي فات. جي الوقت وجي المعاد عشان الحياة تتغير، جي الوقت عشان ترجع تستخدمنا بجد وتعمل في حياتنا بجد. احنا مش عايزين تشجيع وكلام حلو يبسطنا رغم انه رائع، محتاجين ده، بس احنا عايزين قبلها تغيير يحصل في الحياة. غيرني يا رب، بسلم حياتي ليك النهاردة، بسلم عمري ليك النهاردة. لو ادي لك فترة بتحضر ومش عارفين لك انت فين، انت جوه ولا بره، سعيد وفرحان بس في نفس الوقت الحياة ما فيهاش تغيير، اضمن الموضوع النهاردة وقول له ما تحرمنيش انك تستخدمني مع اخواتي. انا راجع ليك بقلبي، راجع ليك بتوبتي، راجع ليك بقراراتي في اسم الرب يسوع. وانت مغمض عينيك هترنم معانا وقول له رب من فضلك، من فضلك اخلع انزع مني كل شيء عطل البركة وعطل حضورك على حياتي في اسم المسيح. صليها معانا وقولها للرب من كل قلبك في اللحظات. برجع عن كل إله عبدته معاك، صليها صليها. أعلن سلطانك على قلبي لوحدك، أملك على الحياة من جديد. روحك يشفي ارتدادي، قدسني ويقعد يصنعني إناء يحمل ما من غير موسيقى. يلا قولوها حدو. برجع عن كل إله، برجع عن كل إله عبدته معاك. شاور 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 يا رب سلطانك على قلبي لوحدك، قوة روحك وحضورك. روحك يشفي ارتدادي، يقدسني ويعود يصنعني إناء، تحمل مجد الله. قله كمان مرة بصوت عالي، برجع عن كل إله، برجع عن كل إله عبدته معاك. استخدمني من تاني يا رب، استخدمني. أعلن سلطانك على قلبي الواحد، روحك 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 يشفي ارتدادي، قدسني ويقعد يصنعني إناء يحمل المال. يلا تعالوا نقف ونرفع ايدينا، اقف معانا وقول بختارك، اقف وارفع ايدك للسما وقول له في اي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. بختارك تكون الاول قبل اي شيء علشان انت الحياة والحق وانت هو مختارك. بختارك تكون الاول قبل اي شيء يسوع علشان انت الحياة والحق وانت هو الطريق. وقف معانا، تعالوا نختم اجتماعنا في ترنيمة أخيرة يكودنا فيها خادم رب. نختم الفرصة دي قبل البريك وقبل ما نرجع نكمل. بصوا يا جماعة، مش عايزين ضايع أي لحظة النهاردة برا الأجواء الروحية، احنا تحت السحابة هنتحرك في اسم رب يسوع. كل فرصة ربنا يحط في حياتك نور ويحط في حياتك مجد وحضور جديد. استعد، وسع قلبك، وسع أحشائك وقول أنا مصدق فيك ومنتظرك الوقت ده بقوة في اسم رب يسوع. هللويا، حدش عن رب موجود؟ امين. تعال نديله كل المجد ونقول له منورنا منورنا. اقوى سقفه اقوى سقفه، قول له منورنا ومشرفنا بحضورك في اسم يسوع. هللويا. يا نهر النعم الفيار انجفت ارض الانسان، يرويها فيض الامجاد بالنعمه في ارض الايمان. يا نهر النعم الفيار انجفت ارض الانسان، يرويها فيض الامجاد بالنعمه في ارض الايمان. عطش الحبك ما يروي الا النبع اللي بتعطي، عطش الحبك ما يروي الا النبع اللي بتعطي. قلبي اشتاق لك وانت مليء، يعطش لك ويقول عطشان. قلبي اشتاق لك وانت مليء، يعطش لك ويقول عطشان. يا
نهر النعم الفيض اتجفت ارض الانسان تروي قلبي بالابكار بالنعم ارض الايمان يا نهر النعم الفيض اتجفت ارض الانسان تروي قلبي بالابكار بالنعم ارض الايمان جدد وجه الارض وعيد في زراعة نبت جديد جدد وجه الارض وعيد والوعد يبان يا نهر النعم الفيض اتجفت ارض الانسان ترويها بفيض الامجاد بالنعمه بارض الايمان يا نهر النعم الفيض اتجفت ارض الانسان ترويها بفيض الامجاد بالنعمه بارض الايمان مهما رحت نقرت ابار ارجع للمخدع والدار مهما رحت نقرت ابار ارجع للمخدع والدار ارتوى من نبع الاسرار قبل خروج لاي مكان ارتوى من نبع الاسرار قبل خروج لاي مكان يا نهر النعم الفيض اتجفت ارض الانسان تروي هفيل الامجاد بالنعمة في ارض الايمان يا نهر النعم الفيض اتجفت ارض الانسان تروي هفيل الامجاد بالنعمة في ارض الايمان مياهك للكعبين خليها الحد قولها معايا قولها ودي مياهك للكعبين خليها الحد الحقوين اسبح ولا اقول امتى وفين بالنهر اللي مالوش شطان اسبح ولا اقول امتى وفين بالنهر اللي مالوش شطان نهر النعم الفيض اتجفت ارض الانسان ترويها فين